كل عام دخول مدرسي كنهضروا على غلاء الاسعار. داك الشيء ما يمكنش، راه ما يمكنش تقول لي دري في التحضيري تحضير، يعني شنو يعني؟ يلا غادي يعني مخصوص داك الدري ما خصوش يكون هاز ليه من القرايه الا كتبه شي حاجه، خطلب منه 2500 حتى 3000 درهم ديال الكتوبه والدفاتر. وما يمكنش تقول لي دري في الابتدائي ولا الاعدادي اطلب منه 4500 درهم ديال الكتوبه. علاش هاد العبثيه؟ علاش متبعين هاد السيستم اصلا؟ ما عرفتش السيستم زعما اللي متبعينه في القرايه، راه الناس مسؤولين خصهم يديروا واحد المراجعه. المراجعه ماشي غير لا نبدلوا المنهج نبدلوا المقرا، لا لا، مراجعه النظام كامل ككل. انا فريمون هادشي ما خدامش. المشكله هو ان المواطن المغربي حنا عارفين بلي القيمه الشرائيه القدره الشرائيه ديالو ضعيفه بزاف. تخيل معايا كيبدا برمضان كيتهلك فيه ياك، كيدوز شهرين كيجي العيد الكبير، عرفتو الغلا اللي كان هاد العام في العيد الكبير بلا ما نهضر. في نفس العيد الكبير مباشرة اش كيسالي؟ شنو كيبدا؟ كيبدا العطلة الصيفية، خصو يخرج دوك الدراري، خصو يساليهم. السياحة عندنا في المغرب الداخلية ما ميمكنش، هذاك راه موضوع واحد آخر فريمون مهزالة. سمحوا لي تقولوا لي حققنا 10 مليون سائح وداك الشيء، ولكن راه الغلا. هذوك السياح اللي كيجيو كيجيو من برا، المغاربة ديالنا ولاو كيهربوا كيمشيو يدوزوا العطلة ديالهم برا في لوروب، كتقام ليه سيمانه ولا 10 ايام في اسبانيا ارخص من 3 ايام في مراكش. دونك من مورا العطله كتجي لخو مدراسي. هذا المواطن المغربي كيفاش بغيتيه يبقى مرتاح وكتنتظر منه انه يعطيك بزاف المجال؟